السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشانتي. اليوم راح ندير معكم بلا بلا بيونداشي وبالبيض المشرشم. نحتاج كمقادير بيض مشرشم، لحم مرحي، نحتاج بصله مغرف كبيره بصله، معها فص ثوم مرحي، والبصله ملحيه مليح. عندي هنا معدنوس زوج مغارف كبار، عندي لاموطارد، ملح، فلفل الكحل وشويه راس الحانوت. البيض المشرشم واللافيون داشي على حساب قدر راح ديروا، على حساب عدد الاشخاص. انا هنا راح ندير بخمس بيضات. واش ندير؟ اول حاجه نتبل اللحم تاعي، ندير له ديك الكميه تاع البصل، درت مغرف كبيره ملحيه مليح مع فص ثوم، نزيد له المعدنوس، نزيد له مغرف متوسطة من لاموطارد، شوية راس الحانوت، فلفل الكحل وملح. نخلطوا كلش مع بعض مليح، ومن بعد نقشروا البيض تاعنا. خلط مليح اللحم تاعي، المقادير تاع اللحم، قشرت البيض تاعي. دركا كاينه حاجه راح نزيد شويه عصير تاع قارص اللحم هذا، ونزيد نعجنه مليح. كيما هاك. واش راح ندير انا دركا؟ انا من جهه اخرى حطيت الماء يسخن، درت شويه ماء حطيته على النار يسخن. راح نجيب طرف تاع اللحم، نحلو كيما هاك، نحط البيضه تاعي الداخل ونغطيها مليح. نعطيها شكل بيضاوي كيما هاك. بعد اللي شكلت الكميه اللي عندي، دوكا راح ندير، نجيب البابي فيلم، نغلف مليح الحبة تاعي، ونزيد نغلفها مرة ثانية بالبابي دالمينيوم. نغلفهم كامل بهذه الطريقه. هنا بعد اللي كملت الكميه، غلفت الكميه تاعي كامله، الماء تاعي راه يغلي. درك ندوحو في الماء، ندوحهم هكا ونخليهم هنا بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى يطيب اللحم، ونكملوا البلا تاعنا. درك نوجدوا مع بعض لاصوص اللي راح تمشي مع هاد لي بول تاع البيونداشي والبيض المشرشم. راح نحتاج بصله صغيره مقصوصه، معدنوس، مغرف فرينه، مغرف مش معمره بزاف، كاس ماء، لا كريم فخاش ليكيد، وراح نحتاج شويه زبده، ملح وفلفل الكحل. حطيت انا المرميطه تاعي على النار تسخن، نذوب فيها مقدار من الزبده، تقدروا ديروا الزيت، دير مغرف كبيره زبده،
نحط البصلة تاعي في الخلة. وهنا نسيت ما ضبرتلكش لي شامبينيون، اهم حاجة نجيب كمية من الشامبينيون او الفلفل ونقليه هنا مع البصلة. هنا كي تقلاو مليح نزيد لهم كمية تاع من العدنوس. هنا اذا بغيتو تزيدو سنة ثوم تقدروا تزيدو، دير شوية ملح وفلفل الكحل. اللي حبة تزيد راس الحانوت تزيد. ومن بعد واش راح ندير؟ غنجيب الكاس تاع الماء اللي قلت لكم عليه، نحل فيه الكميه تاع الفرينه ونزيدها الخليط تاع البصله ولي شامبينيون. نخلي الخليط هذا يغلي شويه. كي تشوفوا لاصوص تاعكم بدات تختار، دركا نزيدوا الكميه تاع لا كريم فريش ليكيد، نزيد 20 سنتيلتر. بعد لي لوحو لا كريم كي تبدا لاصوص تاعنا تغلي نزيدوا لها كميه من الفرماج رافي او الجبن المبشور ونطفيو وتكون لاصوص تاعنا واجده. تقريبا 50 غرام جبن مبشور اللي درت. بعد اللي فات نص ساعه نحيت البولات تاعي تاع اللحم الملحي والبيض المشرشم وخليتهم بردوا مليح. دروك انا دهنت المول تاعي بالزبده، سخنت الفور تاعي ونزيد ندهن الوجه هذا كامل بالزبده ومن بعد نحطهم في الفور يتحمروا. وعندي هنا ملاحظه، كي كنت نتبل في اللحم الملحي نسيت ما درتش بيضه، نتوما ديروها لازم ديروها، هي تخلي اللحم تاعكم ما يتشققش كيما انا هكا وتعود البيضه تاعكم تبان. وهذا هو شكله، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش الجيم والاشتراك للقناه وما تنساوش تضغطوا على الجرس. تاكلوه بالصحه والهنا وصحه فطوركم.